السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حبايب واخوان الحاج الضوي في كل مكان. طبعا انا متواجد، طبعا كنت متواجد في منتدى اليوتيوب النهارده، والحمد لله رب العالمين، يعني تم توثيق قناة الحاج الضوي وفكرة الحاج الضوي باسم الحاج الضوي وباسمي الحمد لله. طبعا قدمت لي الدعوة اني انا اكون متواجد في المنتدى كافضل القنوات الهادفة على اليوتيوب. فطبعا كان لازم، من لم يشكر الناس لم يشكر الله يعني، فلازم كان واجب علي ان انا اطلع في فيديو اشكر كل الناس اللي وقفت جنبي، كل الناس اللي بتتابعني، كل الناس اللي عملت لي لايك وعملت لي تعليق وشيرت الفيديوهات، لان انا بدونكم وبدون فريق العمل اللي اشتغل معايا من بداية الفكرة ما كنتش هكون متواجد النهاردة في المكان اللي انا بكلم حضراتكم فيه. الحمد لله القناة وثقت النهاردة، والنهاردة في المنتدى اجمل حاجة بصبتني كشاب صعيدي يعني الحمد لله، ان انا عملت فكرة بسيطة من 5 سنين وقدرت بص يعني اتلاشى كل التعليقات السلبية وكل الحاجات اللي كانت تتقال علي، ايه التهريج اللي انت بتعمله ده، ايه الهبل ده، تعليقات سلبية كتير، ولكن انا تمسكت بالفكرة بتاعتي لحد لما وصلت النهاردة وخليت إدارة اليوتيوب في المنتدى الحمد لله تتكلم عن فكرة الحاج الضوي، وإنها فكرة هادفة، وإني أنا شريك مميز لدى اليوتيوب بقدم حاجة هادفة يعني. دي حاجة طبعا أسعدتني جدا، فكان لازم واجب علي يعني أن أطلع أشكر حضراتكم، لأن أنا زي ما بقول بعض الله بدونكم ولا حاجة. طبعا تاني حاجة أنا بشكر الناس، كل واحد اشترك معي في فيديو يعني فريق عملي بشكرهم، وبشكر كل الناس حتى اللي اختلفت معاي وسبتني في بداية المشوار، بقول لهم ألف ألف شكر، لأنه أنتم كنتوا سبب من أسباب أني أنا أكون متواجد هنا برضو. أنا بشكركم، والاختلاف لا يفسد للود قضية، أنتم إخواني برضو، والفكرة في أي وقت فكرتكم، أي حد عايز يرجع معاي يرجع، أنا قلبي زي ما بيقولوا يعني زي البفتة البيضة، ما بشيلش من حد ولا بزعل من حد في حاجة. فطبعا بشكركم جميعا، والحمد لله النهارده يعني كان يوم بص شرف لي بصراحه، يعني كأنا يعني اكون متواجد بين عمالقه اليوتيوبر في مصر، يعني قابلت النهارده ناس اشهر يوتيوبر في مصر، ناس كلهم عارفيني بيسلموا علي بيهنوني معجبين بالفكره بتاعتي. فطبعا كوني ان اكون شاب صعيدي عملت فكره زي كده، قدرت اوصل ان الصعايده عندهم فكر، والصعايده ناس بيقدموا يعني حاجات جميله جدا تفيد المجتمع. الحمد لله النهارده لما طلعت اتكلمت يمكن في المنتدى او كده، يعني انا قلت انا اليوتيوبر الصعيدي، يعني الحاج الضوي يوتيوبر صعيدي، وده شرف ليا ان انا اقول كده. فطبعا الحمد لله رب العالمين، رب على كل حاجة، طبعا اللهم لك الحمد والشكر يا رب على كل نعمك، اللهم اني اعوذ بك من السلب بعض الاخطاء يعني، ودعواتكم معايا اكمل المسيرة، وتحياتي ليكم، كل واحد، كل اخت، كل اخ، وكل طفل بيتابع فيديوهات الحاج الضوي، كل واحد بيعمل لايك. ليه فضل علي بعض الله ان انا اكون متواجد النهارده؟ النهارده كانت حاجه مشرفه ليا ولكل واحد صعيدي يفخر، وانا تحت امر اي حد عايزني اساعده معاه قناه معاي اي حاجه لازم ارد الجميل للناس. بشكر كل الناس، وبشكر كل الفانز بتاع الحاج الضوي، وتحياتي لكم من منتدى اليوتيوب، اخوكم الحاج الضوي.